سلطنة عمان تحاول تحسين تصنيفاتها الائتمانية وكذلك أيضا تخفيض العجز المالي لديها وتحقيق الاستدامة المالية من خلال موازنتها في عام 2022. كيف تبدو أرقام هذه الموازنة وشكل الموازنة؟ بنود الموازنة في عمان نتحدث عن زيادة في حجم الإنفاق بنحو 2% عن هذا العام وصولا إلى ما فوق 12 مليار ريال. أما عن الإيرادات فنتحدث أيضا عن زيادة في الإيرادات تصل إلى 10.6 مليار ريال إجمالي الإيرادات، بزيادة ب 6% عن مصروف الإيرادات في العام الحالي. أما نسبة الدين فتسعى عمان إلى تخفيض هذه النسبة لتصل إلى 75% بدلا من التوقعات التي كانت تشير إلى 86% من الناتج المحلي بالنسبة للدين في عمان. ماذا أيضا عن باقي البنود في الموازنة وتحديدا سعر النفط في الموازنة العمانية؟ حددت الموازنة العمانية سعر النفط بنحو 50 دولار للبرميل على شاكلة العديد من الدول الخليجية التي تقترب من مثل هذه الأرقام. يعني قطر حددت في موازنتها سعر النفط عند 55 دولار، ربما هي أسعار متحفظة لسعر برميل النفط في الموازنات، وبالتالي نشاهد 50 دولار لبرميل النفط بالنسبة لموازنة عمان. الإيرادات النفطية تمثل نحو 68% من إجمالي الإيرادات بالنسبة لموازنة عمان، وبالتالي سوف نشاهد تحقيق الإيرادات من خلال هذا السعر بالنسبة للنفط. كيف تبدو خطة عمان لتخفيض عجز هذه الموازنة؟ نتحدث عن خفض لعجز في الموازنة من 11.5% إلى 8.8%. عجز الموازنة في العام الحالي يصل إلى 5% من الناتج المحلي. هناك أيضا خطة أعلنت عنها الحكومة لإعادة تسعير الخدمات مثل الكهرباء والمياه وعدد أيضا من الخدمات الأخرى، وتبدأ هذه الخطة بداية من العام المقبل 2022. وكانت أيضا عمان قد بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال هذا العام مما رفع من إيراداتها الضريبية. نتحدث عن الإنفاق الاستثماري فيما يتعلق بعمان في 2022 على العديد من القطاعات، ولكن قطاع الطاقة هو الذي يتصدر المشهد ويحصل على 1.4 مليار ريال. تتنوع أشكال الإنفاق والقطاعات: الخدمات العامة، السياحة، اللوجستيات، التعدين والغذاء، وكذلك أيضا الثروة السمكية فيما يتعلق بهذه القطاعات. ولكن تتحدث عمان في الأخير عن أن هذه القطاعات أو أنها سوف تسعى لتنمية القطاعات غير النفطية لتجنب انهيارات النفط التي حدثت بسبب جائحة كورونا.